أشهد أنه ما دخل قلبه حسايا. شكرا زميلي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، ما زالت الأشواط متواصلة، وانطلق قبل قليل الشوط الثامن للجداع قعدان، والانطلاقة تمت على بركة الله بجهود من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الأخوان في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، بداية مع مونديال لعلي بن سعيد بن حلفان من يقود المسيرة ويسيطر على المركز الأول مع انطلاقة هذا الشوط. ننتقل انتقالا إلى المركز الثاني، الرياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري يحتل المركز الثاني، ونقل على المركز الثالث من يتقدم ويحتل المركز الثاني، فخر عبد الله بن خالد الحميدي يحتل في هذه اللحظات المركز الثاني. إذن فخر يحتل المركز الثاني عبد الله بن خالد الحميدي. ننتقل انتقالا إلى المركز الثالث، الرياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، ونقل على المركز الرابع. المركز الرابع الباز لسالم بن محمد بن جهويل. سالم بن حمد بن جهويل هو من يحتل المركز الرابع مع الباز في هذه اللحظات، الباز يحتل المركز الرابع. نقله على المركز الخامس، وهذا الدخول القوي على خامس المراكز من ظبيان لعبد الله بن الزرق النعيمي. هذه الخمس المتقدمة الأولى، وهذا هو نداءنا الأول. عودة أيها الأخوة أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط وأشعار بن حلفان مع المونديال، وأيضا من ينافس المونديال في المركز الأول. هناك فخر، فخر والمونديال، ويتسلل في هذه اللحظات فخر أو المونديال على خط واحد تقريبا، على خط واحد المركزين الأول والثاني. وننتقل إلى المركز الثالث، الرياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، ونقله على المركز الرابع. المركز الرابع ظبيان عبد الله بن الزرق النعيمي. والمركز الخامس في هذه اللحظات الباز لسالم بن حمد بن جهويل المري، وهذه النتيجة مع منتصف المسافة ومع نداءنا الأول. وعودة إلى مقدمة الشوط والمونديال، يسيطر على زمام الأمور، متحكم في زمام الأمور، ويسيطر على هذا الشوط وعلى رأس هرم هذا الشوط. مونديال لعلي بن سعيد بن حلفان، يسيطر يسيطر على مقدمة الشوط ويحتل المركز الأول. وعودة إلى المركز الثاني، من يحتل المركز الثاني فخر، وبطبيعة الحال يومني النفس مالك فخر بانتزاع ناموس هذا الشوط. عبد الله بن خالد الحميدي إن فاز فخر، فقد أوفى وقد واعد مالكه عبد الله بن خالد الحميدي بتحقيق المركز الأول. نقلة على رياض، من يحتل المركز الثالث وانطلاقته ممتازة، وانتظروا رياض في الوقت المناسب، وتعود ملكية رياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري يحتل المركز الثالث. ونواصل بإذاعتنا إلى المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع ظبيان عبد الله بن الزرق النعيمي، بينما المركز الخامس دخول في هذه اللحظات. أول نداء للباز لمبخوت بن محمد بن مسعود يحتل في هذه اللحظات الباز المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، واثنين كيلو متر نشارف على الاثنين كيلو متر، وننعطف في هذه اللحظات مع أول منحنى وأول منعطف إلى خط النهاية. وما زال مونديال يسيطر، ولكن الضغوط، كل الضغوط، الضغوط، كل الضغوط من قبل فخر، فخر والمونديال، ومعركة منذ أن انطلق هذا الشوط، والاثنين في معركة طاحنة
طاحنة واثنين في معركة طاحنة على الصدارة. يتسلل الله يتسلل فخر في هذه اللحظات، ينتزع المركز الأول فخر عبد الله بن خالد الحميدي، يتسلل شيئا فشيئا ويخطف مقدمة الشوط ومن خلال شاشة التلفزيون وعبر الهواء مباشرة. فخر في مكان الفخر وفي قمة هذا الشوط على رأس الفايف ستار، على خمس نجوم هذا الشوط. يا سلام، الله الله، بدأت الضغوط، عاد مرة أخرى مونديال أيها الأخوة أيها الأعزاء، عاد مرة أخرى ودخول قوي من ظبيان. ظبيان وفخر والمونديال والرياض الأربع مراكز المتقدمة الأولى الخطيرة المسموح لها بالنداء والإذاعة الخمس. ونرى المعركة التي بدأت وطيسها في هذه اللحظات ما بين ظبيان وما بين فخر. ظبيان تعود ملكيته لعبد الله بن الزرق النعيمي من يتسلل في هذه اللحظات ويخطف مقدمة الشوط. عاد فخر مرة أخرى، يا سلام، الله الله الله، المعركة الطاحنة أيها الأخوة أيها الأعزاء، نشارف على كيلو العمليات في هذا المضمار. الله يا فخر، الله يا فخر، يعود مرة أخرى وينتزع الصدر. يا سلام، تعود ملكية فخر عبد الله بن خالد الحميدي. يلا يا الحميدي، يلا يا الحميدي، وصل بن هاملة. الله الله الله، نقلة على المركز الثاني. يا ظبيان عبد الله بن الزرق النعيمي ورياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان، ووصول خطير يا مقدمة الشوط. هتاش، يا سلام، حذرتكم من هتاش عندما رأيته لأول مرة في النداء، ويسير على خطى الشامل، يسير على خطى الشامل. والنقطة الثانية لابن هاملة، يا سلام، الله الله الله، هتاش 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 أيها الأخوة، ينقض على الصدارة في الوقت المناسب وفي اللحظات الحاسمة المناسبة. يا سلام، متميز بن هاملة في هذا الشوط. يا سلام، الله يا صالح، يا بن حمد، يا بن هاملة، بهذا الشعار المميز وبهذا الأداء الممتاز، تهانينا والناموس. وعطنا الفارق، فارق كبير عن بقية المراكز، عطنا الفارق يا مصورنا العزيز، عطنا الفارق ما بين المركز الأول والمركز الثاني. يا سلام، ما يقارب المئة متر عن بقية المراكز، تهانينا والناموس لابن هاملة، تهانينا والناموس. يا سلام، الله الله الله، وبدون منافس على الإطلاق الشامل، وكذلك الشامل وهنا هتاش. تهانينا للنقطة الثانية، للمرة الثانية على التوالي لصالح بن حمد بن هاملة، تهانينا والناموس. المركز الأول لحظات الوصول، المركز الثاني رياض لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري، والمركز الثالث فخر، وتعود ملكية فخر لعبد الله بن خالد الحميدي. المركز الرابع مياس، المركز الرابع هملول لمسفر بسفران المري، والمركز الخامس، المركز الخامس ظبيان لعبد الله بن الزرق النعيمي. وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء. ننتظر التوقيت الزمني للثلاث المتقدمة الأولى، وهذه لحظات وصول، هذه لحظات وصول هتاش إلى خط النهاية، قاطع المسافة 5 كيلومترات في توقيت زمني ممتاز، 8:07:23 من الثانية. تهانينا والناموس للمرة الثانية في هذا الصباح في هذا اليوم لصالح بن حمد بن هاملة المري. المركز الثاني، ننتظر لحظات وصول المركز الثاني إلى خط النهاية. رياض هو من احتل المركز الثاني، قطع المسافة في 8:15 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن جار الله بن ضرمان المري على فوز رياض، تهانينا والناموس. المركز الثالث فخر، أيضا من قدم عرض يشكر عليه، قطع المسافة في 8:16:22 من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد الحميدي. هذه كانت النتيجة. الشوط القادم يرافقكم فيه الزميل سعد بن متلع العتيم.